ما هي الخطوات القادمة في التصعيد، خصوصا أن هناك استجابة واسعة للإضراب في جميع مناطق اليمن بلا استثناء؟ والله الامور ان شاء الله في خير. احنا يعني معانا طرق التصعيد عن طريق التنسيق مع النقابات الاخرى، نقابات المعلمين وايضا مع اكاديميات. ان شاء الله نحن في يعني قادم على خير، والتصعيد ضروري منها، والاضراب قائم والحمد لله، يعني ان الامور في خير باذن الله. نعم، لكن والتنسيق ان شاء الله قايم، وكل شيء على يعني على حسب ردود الفعل. نعم، دعم ردود الفعل، ما موقف سلطه الامر الواقع من او تجاه هذا الاصرار على الاضراب؟ يعني هل سيجدون حلول مثلا؟ اذا شفنا الى سلطه الامر الواقع فالانسان بيكون في يعني شبه يأس، لكن مع وجود التكاتف والاصرار يعني ضروري ان احنا ننتزع حقوقنا بالقانون. هذا حق يعني ما يعني لا يستطيع اي انسان يعني يمنعك من حقك، فالحق هذا هو يعني اقوى من كل شيء. ولا يفرض يعني اي انه يفرض نفسه، واحنا مستعدين بان نتحمل كل اعباء وكل ما نواجهه، لأننا لا نطالب بلبن العصفور، بل نطالب بمرتبات. هذا لا يعني عجيبة في الوضع هذا الذي يعيشه، يعني لا أسمع في العالم، حتى في الصومال وفي سوريا في لبنان في عدة دول من دول العالم حروب قامت، لكن المرتبات هذه يعني يعني خط تعتبر خط أحمر. هذا مرتب، هذا يعني رزق المعلم واولاده ورزق نعم. هو في النهايه هو مطالبه بحق يعني، لكن هناك معلمين لم يستجيبوا لهذا الاضراب، ما موقفهم؟ يعني اليسوا ايضا متضررين؟ يعني من هناك ايضا معلمين لم يستجيبوا لهذا الاضراب؟ ايوه، هذه النقطه يعني يعني للاسف يعني المعلمين الذين هم يعني متخاذلين هؤلاء، يعني انا اقول له يعني يستحقوا ما هم فيه، يعني هذا بني هذا يعني يعني المفروض انه من قبة المجتمع، المعلم والاكاديمي في الجامعه الدكتور، يعني استغرب يعني هو هو, يعني هو ايضا متضرر استاذ عبد الله، يعني لكن لماذا لم ينضم؟ لماذا مثلا اخذ الانحياز؟ يعني متضرر، يعني هو متضرر فعلا، لكن يوجد هناك نوع من الجبن والخوف والتهديدات طبعا، يعني تصل تهديدات وتخويف وقمع من هذا القبيل يعني. لكن المعلم يعني يجب ان يكون له كلمه، انه بهذا الضعف يعني ما يلقى اي رد ولا يلقى اي شيء اذا ما تكاتف معنا. لكن ماذا استاذ عبد الله، يعني نعم، ماذا لو استمر تجاهل الإضراب لهؤلاء المعلمين ولم يجدوا استجابة لمطالبهم؟ هل نستطيع أو سيمر العام على مدارس مغلقة مثلا؟ والله الكارثة بيعاني منها طلابنا، يعني مصيبة أنه إذا لم يكن هناك إجابة أو يعني من النظام القائم، يعني فهذا كارثة أن المجتمع، وهم عارفين أن أغلب الطلاب الآن في البيوت ما فيش دراسة ولا يعني ولا، هذا كارثة على المجتمع. يعني إحنا خلاص أصبحوا الطلاب يعني هاربين من المدارس. نعم، وهذا الواقع يعني كأنه مفروض إلى وجود التخلف في المجتمع، وهذه المصيبة من المعلم الذي لم يحس. يعني لو تكاتفنا جميعا لأخذنا حقوقنا بأقل خسارة. نعم، والمعلم هذا ماذا يعمل المعلم الذي يعني خايف الى حد انه يطلب حقه؟ نعم، هذا الانسان الذي خايف الا يطلب حقه هذا يعني جبان، هذا عيش ضعيف يعني. نعم، نتمنى استاذ عبد الله ان تنالوا حقوقكم وان تستمر العمليه التعليميه في خير. اذا استاذ عبد الله البخيتي، عضو اللجنه التحضيريه العليا لنادي المعلمين صنعاء، شكرا جزيلا لك.